بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول السلام. الآية التالية آية 205 من سورة البقرة، ركاو لباش. وإذا في حالة تولى سعى في الأرض يوسف يرتقي شأنه ولمتبع، كما تو كلب ترامب كسر ترامب والشر جاي منه، ان انتصر هذا المشروع في اعتساد يقمع الصهيونية وهو رأس رؤوس الصهيونية وهو لا يعلم ذلك. وإذا كان كذلك لم يأخذ رئاسة لولايات المتحدة فهو سيسبب في قلق الكبرى يغرب في التناحم بين الأمريكان وما بينهم. يقول مولانا وإذا تولى سعى في الأرض، أو الحقيقة نتاعو قد وقت لك بني أمية، يعني تولوا في مكان اتباع علي من شكر الله سعيه وهو وجهه لم يزل بأي صنم مباشر تبع النبي عليه الصلاة والسلام وفداه ليلة الخروج من مكة ومناقب علي كرم الله وجهه عن كل سهول غير الله فتوحات وكيف بطش بأعداء الله من القرشيين وأمثالهم ويهود اليوم عيد الفساد في المدينة وغير المدينة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، كل ما يحصل في ميدان الفلاح هو يكون سبب في القضاء عليه بالحرق وتخطيطه بالتراب حتى لا ينتفع منه لا بشر ولا طير ولا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، كما توا عند الصهاينة كل أنواعهم ما عندكم سياسة الأرض محرقة، ما يخلي شيء ما عندوش، علاش باش يخلي؟ علاش باش يخلي يعتبر هو عدو له ويعتدي طريقه وينتقم منه ولا يأسره وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه يقضي سلو صفة أخوة لا جهل لي صفة يكفي ما قاله أن لا يقع فيه موتا ولا يقع فيه ماء عذبا فرعكا ولا بل يلقى ما يغلي يمزق أحشائه. مازال مستعد من القرآن أعلن عنه فيكم أن نبدأه الخطوة الأولى والخطوة التالية عليكم تقع ما يقع تحقيقها، مش خليكم كل شيء معناه سبق عليك نكتفي بتقول ربنا دل على أي آية نقاربها لكم أو نقاربك لها وكفى فقط. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، سبيل للي بريبار سونور جول باثولوجي، يعني il ne fait que des actes ou des propos orgueilleux. يعني استكبار كما استكبار في العرض لبني صغيرون فيأتي حديث عن استكبار المشؤوم. وقالوش نحن أبناء الله وأحباؤه يتبعوهم يعاملين وراهم مخالفين لهم المسار أو المختار، كما أنه إيفانجيليس حدث في الولايات المتحدة في السنين الماضية. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم،
فحسبه جهنم وبئس تكفي النيران لجهنمين. وربي يحكم على النيران ذيك أن بئس الفراش لهؤلاء الأعداء لأهل السلام والسلام والصدق والأمان والخير والبشائر العظام. والسلام علينا بالتمام والكمال آل محمد عليه صلاة الله وسلامه.